حان وقت الإفاقة. جت القوة. أنا وين؟ هاش لابس؟ بسم الله، شنو هاي؟ هاي بيت نور زهير هذا؟ أبو فاطمة؟ أبو فطوم؟ إخوان، هذا أبو الدليفري وصل، أحد طالب أكل؟ أبو فاطمة أنت طالب أكل؟ هذا باب شلون فتح هذا الباب؟ احد يفتح الباب شباب؟ احد يفتح الباب؟ فتح الباب. هذا انت؟ نعم سيدي. سيدي؟ هسه صرت سيدك؟ هسه عرفت قيمة سيدك يا عدو الدكتاتورية والطغيان؟ أنا؟ جابنا هنا. أنا آخر مرة أتذكر إنه قبل 7 شهور كنت أنت بالقصر وكنت تقول طز 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 بيك وطز بي، حتى بيوم تعشينا حواصل دجاج ونمنا. إحنا جابنا هنا. انشب انقلابي فاشل امعه. حاضر سيدي. تعال وين طاب؟ عيب من ابو فاطمه. يلا. Sorry, just grabbing a coffee. Oh, you're still alive. والله عليك سيدي. هاي شاهد شاهد على خيانتك، على خيانتك. اوبرا اوبرا هاي على يا تافه يا امعه يا قلابي. سيدي انت ايش بتغير وياي؟ انت منو؟ هاي ممثلة الأمم المتحدة. United Nations representative. انت منو؟ Oi, bruv, I gotta tell you. This set looks sick. Like proper banging. My god. Wow, it looks so f***ing real. بسم الله الرحمن الرحيم. تمت استعادة السيطرة على توازن السفينة. كل شيء في وضع الاستعداد والجهوزية التامة. وانت لا تضربين على الميز لأن شاشات السفينة لمس. هاي منو هاي؟ أهلا بالركاب البشريين على متن السفينة الفضائية ستار إكس. يمكنك مناداتي بالسفينة. وبشكل تقني أنا الذكاء الصناعي المسؤول عن إدارة الوظائف والأجهزة والتقنيات الموجودة على المركبة. يعني شنو سيدي؟ يعني اولا لا تقوى علاقتك بيه، ثانيا يعني مثل سيري. يعني هسه شو نسوي؟ لا تصيح، جاري الان تفعيل الكورس التعليمي المكثف لقياده السفينه الفضائيه. احمد استعد لبدء الدوره التعليميه للقياده. اولا اضغط. شو اضغط؟ اضغط المضغوطين. أعتذر، لم أقم بتحديث روح الدعابة لدي منذ مسلسل جريش ومريش لناهي مهدي. زين، ممكن توقفين وضع روح الدعابة لو سمحتي؟ للأسف لا يمكن ذلك. ماكل افتح دليل إدارة السفينة يا أحمد. أوكي. مكتوب أن زر التشغيل هو زر أحمر كبير على الشاشة التي أمامك، ومكتوب عليه زر التشغيل. بالضبط أحمد، اضغط عليه. شكرا، انتهى الكورس المكثف، يمكنك الانتقال للقيادة اليدوية. كابتن أحمد أنت الآن قائد مركبة ستار إكس. We'll be right back.
يلا أنا الكابتن. وين الهورن؟ أعتذر عن مقاطعة هذه اللحظة الهامة، ولكن هناك بعض المعلومات التي أعتقد أنك مهتم بمعرفتها. أي أكو هورن ثاني؟ للأسف لا، ولكن المركبة تحتوي على أجهزة أخرى هامة ستحتاجها أثناء الرحلة. أي فعلا أنا هم لا لاحظ وردت أقولك إياها، يعني أكو هواي شاشات هنا أنا وش. هاي شنو؟ هذا جهاز كشف المواجهات. المعلومات التي لدي تشير إلى وجود مواجهات عنيفة بين مجموعات من الدول في الشرق الأوسط. المس لاكتشاف التفاصيل. عركة؟ يلا 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 يلا. ستكون المواجهة المصيرية العظمى بين قوى الاستكبار ومحور الشر. أم اللقاءات وأم المقابلات تجري اليوم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. المواجهة رياضية ولا سياسية ولا الاثنين، فالخصمين هما أمريكا وإيران، وهذه المواجهة النارية بين منتخبي إيران والولايات المتحدة. احنا خلينا نتفق على شغله، بغض النظر عن النتيجه 1-0 لامريكا، ايران ويا اي فريق تلعب، اذا تفوز فما كان لله ينمو، واذا خسرون فبدا الاسلام غريبا ويعود غريبا. اما اني ففرحان بخساره ذول الوعيب الايرانيين، لان عصوا وخالفوا وطلعوا عن طاعه الولي بتصريحاتهم المستهتره، يريدون بحريه للشعب الايراني. واي واحد يعصي اولياء الامور فهاي النتائج، يخسر في كاس الدنيا والاخره. مواجهة باردة بصراحة، مواجهة لا ترقى لطموحاتي الدكتاتورية. أنا أدور منازلات كبرى بها رقع جذورة. عندك المس؟ المس طبعا تسربت أشياء عن صراع في الكواليس ربما بين العصائب ودولة القانون أو السيد المالكي. الإطار يوجد خلافات كبيرة الآن فيما بينهم، واليوم تغريدات الشيخ قيس الخزعلي وقادة الإطار كانت واضحة جدا للمتلقي بأنه أشبه بالاستغناء عن السيد المالكي. لا لا لا، كل شيء ولا نستغني عن أبو لا قيس نوري الظاهر طب بيناتكم شيطان، خلوه قاعد بلكت الله يطوف شيطان لاخ وتصير لما مال أباليس. قيس قم صب شاي لعمك أبو إبليس خلي يشوف شغلة بيناتكم. يقولون شايك طيب، ما يصير هيجي تمو أخوان يا جماعة، إن شاء الله ما تتصافى بيناتكم. عمي قيس صح المالك يضرب ميليشيات بالقندر بصولة الفرسان، بس انت بالنهاية قلبك مو كبير وما راح تنساها، وانت المالك يعني اتهم كبرت، يعني لا تخلي الصغار يستغلون كبرتك. صلوا على النبي والله لا يهديكم ان شاء الله. والله حلوة هاي الاجهزة حبيتها والله، كلش هاي كلش مهمة. الواحد مننا يقدر يعرف اي معلومة يريدها. اي معلومة؟ والله أنا والله صعبة، صار لي 25 سنة عندي سؤال ببالي، حسن نصر الله أصلاً 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 منين بلبنان؟ تفعيل جهاز أنت من يا عمام. المس؟ المس. فيما يتعلق بالسيد حسن نصر الله، يعني هو عراقي الرجال. شلون؟ من أهل الحلة ومن حقه يتحدث بأصول العراقية. لا مستحيل، لا 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 ضحكون عين لو شنو، لا لا شنو حسن نصر الله من الحلة؟ الرجال واضح من شكله من الموصل، حتى من يهدد يقول صواغيخ. احنا سنين صارنا عبالنا هو يرتل بحرف الراء، بس بالحقيقة لا هو مصلاوي. كل ما تحكي يقولك لا ترى لا ما لا عادي، من اهل الموصل كلهم عندهم الراء غين، والدليل كلمات الآتية اللي يقولون عليه، مثلا يقولون هم ايش صاغ يعني ايش صار، غيحة يعني ريحة، غمان يعني رمان مو غمان غمان، غحتو يعني رحت، طغف يعني لي ما طلي. اقصر لي شويه طغف لو سمحت. هسه شنو الكذب هذا؟ انا ما اخذني الواهس بصراحه. لا لا مو صحيح الكلام، مو صحيح. لا صحيح مو كذب، اكو ادله تاريخيه معروفه. هاي قصيده لقوها جوا كرسي مدير مدرسه الزهور، اسمها انا واحد من العراق. أنا واحد من العراق أحب أن أحفر الأنفاق وأزرع الحشائش في السهول والآفاق، إنه لعمل شاق، عندما أكبر لن أشمغ الإرهابيين على حدود العراق،
ولن أتحالف مع الصغاق، ولن أضغب من ينتقدني شغاق، فهذا ما تعلمناه في مكارم الأغلاق، أنا وكل الأصدقاء قاق 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 قاق. أنا اقتنعت بصراحة، أنا اقتنعت. وبهالمناسبة هاي شهادة تقديرية، هاي شهادة تقديرية هذه بالتفوق الشعري للطالب حسن نصر الله، بس مكتوب به عادل البصراوي، ما أدري ليش يستلمها عنه عادل البصراوي، مو مشكلة. فتقدر تأخذها وتسلمها بمناسبة أنه إحنا تعال خذ. صفقة حسن حلي تستاهل صفقة صفقة. ليلي ريئين، شعارات ما في، ليلي فرح وزائف، لأنه مثل ما بلشنا بدنا نختم، بدنا ناكل عنب، نحن بدنا ناكل عنب، هاي بصراحة بصراحة بدون مجاملة يعني، بده ياكل عنب. والمقاومة معروفين ناس عنابة، والعنابة بفتح العين هم الناس اللي يحبون العنب، يعني مثل بحر بحارة، بعرور بعارة، عنب عنابة. فالمقاومة عنابة، لذلك دائما خاتلين جوا، وبس الطخم تشتعل وتقب العيط رأسا. عنابة بعد، ما تشوفني دائما أبو المقاومة بعين الود عنابة. تحياتنا طبعا لحسين عنوبة، بعد ما كنت حسين نمونا مبروك عليك ترقيت تحسين عنوبة الآن. كلهم ناس تحب تأكل عنب. شوف التطور يا أخي، شوف شوف بابا شوف، العلم يخليك تأخذ قراراتك على أسس رصينة، يعني صدق العلم نور زهير، بالله خليك تشوف شخصيات، بالله بعد شنو أكو هذا الجهاز، بالله ألمس ألمس. المقرب من السيد الصدر حليم الفتلاوي طالب بترحيل التبعية. هو السيد تدين نسب أصفهاني السيد الصدر، يعني تدين تدين، فأول من يرحل سماحة السيد أول زيارة. أي ولذلك أصفهاني يروح روح تابعوا روح تابعوا روح تابعوا النسب روح تابعوا النسب أصفهاني. لا أنت هسه أنت ولا ربعك هسه أنت الشيخ البياتي، الشيخ البياتي لا تطلعون خارج الحدود بالشلاليق، والعلم هم طلع منا بالشلاليق، وأنا على أبو الجهاز لابد يتخذ قرارات رصينة. هذا الجهاز هذا الجهاز كله غلط بغلط. هذا الجهاز السيد عراقي أصيل، هسه أقلب الأجهزة كلها والله العظيم، أدعم أشوف لي ثقب دودي وأطبيه والله العظيم، والله تحكي على السيد، والله يا الله يقول لي السيد من أصفهان، لك أصفهان هي اللي من السيد. هذا الجهاز بعد ما استعمله سفينة بيعيب سوق الجمعة، خليه يولي ما أريده بعد. هذا الجهاز شنو، هذا الجهاز شنو تأثير الفراشة ما دافتهم، جهاز تتبع الأحداث المترتبة على أحداث. لم أفهم ماذا تقصدين. دوس ما عليك. ومن محاسن الصدف أن اليوم واحد من الإخوان اللي يلح أنه أنا أريد أشوفك، ولكن لكنة لسانه هو واضح مو عراقي، وتبين أنه من دولة البحرين. يعني من شفتني انصدمت. إيه مو أنا صاحبي يا هي، أقول لي أنا أشوف أتابع برنامج، فأعرف أن أنت دائما في هاي المنطقة. نعم، فأقول لي إن شاء الله نصادف العزيز. الله يحفظك حبيبي. إذن أكو جمهور في البحرين أنه والبرنامج؟ جمهور كبير، مقاطعك منتشرة، وبالذات أستاذ على وياي، هي تتركب على كل الفيديوهات، كل الفيديوهات، كل الفيديوهات. هو ليش البحرينيين يقعدون يتفرجون على واحد يحكي ويا ما يعني، يعني شلون يشتغل هذا الجهاز؟ ما أفهم. العزيز وصل لاسمه للبحرين، أوكي تمام، بس شنو فائدة هذا الجهاز؟ انتظر وسوف تراه. ايوه تبين انه من دولة البحرين. مقاطعك منتشرة، وبالذات استاذ على وياي. كيف عرف اهل البحرين المراسل حسن شويع باسم العزيز؟ انتشر مؤخرا في الوطن العربي لقب العزيز للمراسل حسن شويع الذي شق مسيرته الاعلامية باستاذ على ويايته. تفضل. يعني تفضل الآن يعني تفضل ساد على وياي أنت تفضل يعني تفضل
يعني هسه احنا تفضل. حدث ذلك بعدما تناول أحمد البشير المراسل حسن شوية عام 2020 ومنحه لقب العزيز وركز على تفضل. استاذ علاء ويايته العزيز قواك الله قواك الله العزيز ادي بالك لا تطيح بمنهولة يا اخوي وانت منها طايح بالنجبة. فعلى أحمد البشير ذلك بعدما أثار المراسل حسن شويع انتباه فريق الجمهورية في لحظة من الملل العاصف. أثار العزيز انتباه الفريق حين أجرى لقاء صحفيا مع كلب ولم يكن يتوقع أن حياته ستتغير في هذه اللحظة. شلون نايم المدلول حلوة نومه يعني تفضل الآن يعني تفضل ساد على وياي أنت تفضل يعني تفضل. الجهاز هذا بس هذا اثر الكلب مو اثر الفراشه. هم مخلوقين غيروا حياه العزيز الكلب واكرم الكعبي مش غلب النجباء. العزيز بما انه تاثيرك صار عربي وعالمي فانا انطيتك القوه العزيزيه لان انا واثق منك وواثق ما راح تستعملها بشيء يفيد حياه الانسان فلا تفشلني. يا مواليد مواليد 40 40 وما متزوج؟ وما متزوج والله لو يقع عليك السقف وتخلص ولا هذا شنو يعني هسه دشداشه ماكو نعال ماكو. لا سامح الله طقيت ومتت ليش لا سامح الله يعني شنو انت ما تموت؟ لا مثلا اقول لك يعني انا هسه والله لو تصير بك كورونا ولا هيك حالك. الاخ بلاعيمه ذاك الولد مكسوره رجله هذا طايره اذنه هي هاي الناس شو تسوي؟ شنو تريد تنتحر؟ لا 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 عشان علي منصافه من هناك علي ما شو خابط المي خابط ايه ها ايه عابر السبعين بعدك؟ لا بعد بعد ما عابر السبعين لا ان شاء الله ما بعد القريب ان شاء الله والله يجوز هم ما تعبر هالسبعين يعني على هيك حال الله عالم ها امار بي يعني رضيت توفت ما كفها التابوت. لا ان شاء الله انت من تتوفى يجي التابوت عليك على قد فيدي ابنك وابن ابنك وانت بعد تعدله اي زين زين ان شاء الله تعمرين بعد وبعد ولو ذات عمرين يعني شو الفائدة؟ كهرباء ماكو، مي ماكو، مستشفى تعبان يعني ما شو يعني شنو؟ وذا عمرتي تحياتي حياك الله تحياتي لك يا محترم ما فشلتني والله هذا العزيز الآن ربيته هي هاي التناحة الإعلامية المنتظرة منك. ثلاثة بالعالم أفتخر بكم بالألفية الثالثة بوتين وكوفيد والعزيز ثلاثتكم تشتغلون على تقليل عدد البشرية ويقولون بيل جيتس ما أدري شو كذب. أنا فخور وسعيد جدا وسعيد بالتزاماتك بالتوجيهات ولهذا عندي مهام إلك ما يقدر عليها غيرك. بما أنه برنامجك اسمه من المسؤول فعوائل المغيبين بالصقلاوية يرجع يعرفون منو المسؤول عن تغيب أبنائهم. خذ لك فرة والأكل بالصقلاوية حلو طيب. هسا أنا عرفت إحنا بالفضاء تمام وعرفت دبرتها سوق السفينة تمام وعرفت هاي الأجهزة مبدئياً شلون تشتغل وتعرفنا على شوية منها أوكي والأهم من هذا كله عرفت شلون أدق هورن بس عندي مشكلة عندي أنا رجال رئيس وعندي جمهورية إيش كبرى إيش عرفها منظري قدام زعماء العالم إيش راح يصير إذا أقولهم والله أنا إجيت بالصدفة وما أدري شلون لزمت المنصب ده أحس روحي بموقف حلبوسي. كيف يمكنني المساعدة؟ أريد لي فتقصة هيك أحكيها للناس من يسألون شو وداك للفضاء فتقصة بها بطولات وتحديات وتخطيط ونجاحات ومصاعب وكبوات وانتصارات. لحظة جاري فبركة قصة بطولية تاريخية مزيفة تتداولها الأجيال يمكنك استعمالها للطش على الآخرين. القصة كالتالي. As Ahmed left the palace he knew that he would never return again. He was seeking another homeland for himself and for a great and ancient people 35 million strong. He looked up at the stars in the night sky and realized that it was time to find another path forward. He wrote down his thoughts and he turned then to the United Nations. He reached deep within himself and channeled the courage of all the great men and women who had come before him to make their mark on history, fighting for independence and justice.
Ahmed stood before the United Nations General Assembly and beseeched the world's leaders for a new homeland for his republic. He demanded that they allow him to take his people to safety so that they might escape the chaos and uncertainty that had plagued Iraq for decades. But the politicians were at an impasse over just one thing: the geographic location of his new republic. If you locate any suitable, available land on this planet, it's yours. You should build your republic there. The official representative of the United Nations General Assembly at last gave Ahmed this reply. So Ahmed left the United Nations in search of a place to live. He searched in the highest of the mountains and the deepest, darkest depths of the seas. After his long journey, he realized that there was not one foot of free space left on this earth on which to build a republic. He returned to his boudoir alongside his entourage that night, bewildered. He tossed and turned. He couldn't sleep while his people were suffering so. Until he heard in his mind. He stood bolt upright, burning with excitement. What an idea! Finally, we'll fly. We'll fly. We'll leave this whole world behind. But one clever member of his entourage interrupted him, saying, "How are you going to travel to space?" Ahmed said, "I know how. Kazem Finjan told us years ago." أول المطارات التي أنشئت في كوكب الأرض أنشئت في ذي قاف، وكان من هنا تنطلق المركبات الفضائية السومرية نحو الكواكب الأخرى. Ali remained bewildered. How and from where are we going to start traveling? Ahmed replied, "As Finjan said, we start from Nasiriyah." هذا كله أني؟ بيحكي القصة بالإنجليزي يا ماد؟ والله أنا بطل وما أدري. علي، تتذكر من رحنا ودورنا وتعبنا من أجل الوطن؟ لا ما أتذكر. بالقليل أتذكر، شبيك تتذكر؟ أنا أتذكر، أنا أتذكر. أتذكر وأنا أعرف كل زيارة شلون جيت هنا أنا. أنا أعرف القصة اللي عندي. أنا أصلاً كنت مقرر ومخطط يعني، على بالكم صارت بالصدفة. لا. أنا مو كابتن الصدفة، أعرف شنو المهمة مالتي القادمة. مهمتي هي شنو المهمة مالتي؟ العزيز مهمتي هي شنو هي كانت بالضبط؟ والله ما أتذكرها. إيه عرف، مهمتي هي البحث عن وطن. دزيت لك على يدك شغلة. شفت هذا المقطع؟ ما عاد غطي. لا 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 تقلبينه. أيها الناس، لقد اختارني القدر لهذه المهمة لكي ألقى لكم مكان، بلد، وطن. سفينة، والله شوفينا أقرب كوكب حتى نطبق عليه نبني عليه الجمهورية. بلا أمر عليك. الرجاء الانتظار. وفقا للحسابات الفلكية، فإن الوصول لأقرب كوكب سيستغرق 26 أسبوعا. 26 أسبوع؟ ليش نعبر جسر الجاذرية؟ هل من الممكن إيقاف روح الدعابة من هذا النوع؟ كلا، أنا أحب أن أداعب الناس.
بس يلا اوكي ننتظر، ما عندي شيء ما عندي شيء ما عندي شيء. يلا اقول لك علي، هم جربت تنزع الخوذة بالفضاء من يعني تختنق صحيح ماكو هواء؟ مليت خلاص مليت. اقول لك دقيقة عيني لحظة، شوفينا بالله اقرب بوصلة قاع للبيع حتى لو على الارض مو مشكلة. اوكي نعم، يتوفر بلد للبيع في احدى الاسواق. ما شاء الله شو بسرعة. عرض خاص، عرض خاص والفترة محدودة. وطن للبيع، مواصفاته مساحته 437 ألف كيلو متر مربع، واجهته 450 كيلو متر، نزال 1000 كيلو متر، ممكن تقطيعه وبيعه بسهولة حسب الطلب، وممكن ينباع شلع قلع. موقع البلد تجاري ويطل على 6 دول، استثماري، البلد قديم عمر آلاف السنين، البلد للبيع فقط مو للمراوس، والسعر قابل للتفاوض. العراق العراض للبيع؟ أبو رافدين ينباع وأنا موجود؟ بلد الحضارات للبيع؟ زقورات العراق، جبال حصى روست، أسد بابل، مسلة حمورابي، الجنائن المعلقة، كباب فريد بالشيخ عمر، باشة الحاتي، فلافل العطشان، كبة البغدادي، كاهي وقيم الرسول. مدة تلاحظون العراق ما بيه بس مطاعم؟ أطبع المولات هسه وأنا أروح. هذا البلد، هذا التاريخ للبيع، بيش تحسبوا لي؟ أنا شراي، أنا ما عندي مشكلة، أنا شراي. منو عنده وكالة عامة بالبلد؟ منو المسؤول؟ كما يظهر لدي فإن المسؤول هو رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. أعرف هذا، أعرفه من أيام شركات الاتصالات. صار رئيس وزراء ما شاء الله. اوكي الله يوفق الناس يعني، واضح. يلا المهم المس عرفوا عني انه انا فنان بالتفاوض والبيع والشراء، بس حتى اتفاوض يا واحد لازم اعرف شخصيته حتى اعرف نقاط ضعفه واشوف منين اطب له. صعدي لي شخصيه محمد شياع على جهاز الهزه بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. شخصيه رئيس الوزراء نقطه مهمه في اداره الدوله، واحنا لو نقرا اليوم لغه الجسد عند السيد محمد شياع السوداني، لديه كاريزما جيدة، امتاز بميزة انه هو يمتاز بشجاعة ابن الاشتار ووطنية غاندي. الرجل لديه سياسة تسمى سياسة التفكيك، تجزئة وتفتيت المشكلة، وهو قادر على هذه المهارة وهذا الفن. يعتقد هو القادر على إنقاذ العراق، يعني صاحب موقف، صاحب قرار. السيد السوداني مبخوت رقم 2 بالحسابات الاقتصادية، عنده قدرة على امتصاص الأشياء. شلون نقول عنودي يعدد يقول ما تنازل عن قراري، وشعر عنده الحمد لله كل الإبرعام باظه، مبخوت رقم 2. أعتقد أنه هو أكثر شخصية يشعر بالارتياح. عامل خارجي تفاعل أكثر من عامل الداخلي. أمريكا اللي تعتبر عدوة للإنسانية قالت هذا رجل مستركلين ما علي ملف وسادنا. مثل ما قلت فصلت واسحة يتقبل دور الطبيعي للعراق، ولكنه رجل مناسب في الوقت الغير مناسب. يتقبل حوصلته واسعة؟ وأنا مجال خبرتي بالمفاوضات، الإنسان اللي حوصلته واسعة صعب التفاوض وياه، يعني لأنه كل ما تنطيه تبلع الحوصلة وما لا لا. منطق الموضوع يعني، بلد كله مطاعم أكيد رئيس الوزراء مالته العلاقة بالدواجن. كافي يا جماعة تشبيهات، ما أدري شلون هذا رئيس وزراء مو ديتشي موس وانتظ وسفنجة وكلين وما شنو هاي. أنا شخصيا جدا متفائل بالسيد السودان، فهو ليس كمثل من سبقوه وانطلاقا من القول الديتش الفصيح من البيضة يصيح. الله سبحانه وتعالى الدوري. أنا آسف إخوان، عباد المواصفات الفوق كانت تشبيهات، طلع صدق محمد ديتش. ومستغربين يداوم حتى يوم الجمعة، رجال ديتش. ما تشوف أبو فاطمة فضل سالفته بنص 1% على قد القرمات ديتش. محمد الديتش مفاوضات وياك راح تصير صعبة. أولاً أنت كديتش تقعد الفجر، أنا بالفضاء ما أعرف شو وقت الفجر أصلاً. ثانياً لغة التفاوض مالتنا راح تصير مناقر. هسا أنا ما أفتهم شلون ديتش يصير رئيس وزراء يعني بصراحة، إلا معجزة إلهية. فلتة من فلتات رب العالمين، نجح محمد الشياع، زرقة من زرقات الله. الله سبحانه عز وجل ربما يحب العراق ويحب العراقيين واختارني لهذه الشخصية. النعمة الله جابها بالوقت الضايع اسمها محمد الشياع السوداني.
يا محمد السوداني خذ الأمر بقوة. لله الحمد أنا مسنود من الله سبحانه وتعالى. عنده عصا موسى؟ لا مو عصا موسى سنة. سيف على النبي طالب ليش عصا؟ خلف الله على الله سبحانه وتعالى. جنين أنت من وين؟ I'm from London. زين بيش اليورو عندكم؟ I wouldn't have a clue about that to be honest. Brexit took us out the European Union. كلش ما مهتم بالموضوع أنا أوكي بس كنت أختبرك بس أدارك يعني أوكي تمام. ذكرت العركة بين قيس ونوري صح ذكرت. يعني ما يصير العركة اللي بيناتهم تبقى صغيرة. يعني الله لا يسويهم دهن ودبس إن شاء الله. الله يخفف اللي بينهم إن شاء الله. المهم الله يسهل الموضوع إن شاء الله وتسهل البيعة وأشتري العراق بس أشتري هيك بلد وقف بيديك صعب بالتفاوض والله صعب بالتفاوض. Fam, this is so easy. All you got to do is pick out the part of the merchandise and then give them your lowest price. It's like buying a second-hand car. صعبة كلش صعبة أطلع عيب بالعراق. يعني شو كنت آخر مرة واحد يتذكر أكو عيب بهيج بلد؟ ماكو. بعدين هذا العراق ذكرياتي وطفولتي وثاني بلد رئيس وزراء ديتش ومسدود من رب العالمين يعني ما 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 بترهم. اللي أنا بديت من هذا من العراق من الصفر تحت الصفر. نعم. كان وضعه. لا عدا جيش لا عدا فلوس لا عدا كذا مكسر كسروا الأمريكان شو على ودين دينه. لقيت عيب بالبلد. إياد علاوي. طبعا احنا نعتذر من ابو ساره طلع قعدنا من النوم وقعدنا بس يعني على هيك عيب بالبلد يعني اللي قال عليه اياد علاوي راح يخرط هوايه من السعر. طبعا ما اقدر اعيد العيب اللي قاله بس يعني هو صار فد شيء بالعراق وسووه الامريكان يعني. وفعلا كلام الدكتور حقيقي فعلا الامريكان كسروا البلد وشعلوا فد شيء بالبلد يعني. وجابوا لنا وين ماكو نموذج ما له داعي ولزموا الحكم بالبلد. العفو ابو ساره اخويا صارت ابوجه كان ياسف. أنا أعتذر أنت رئيس وزراء بال 2005 أنا آسف. أنا عجبتني هاي القصة بقى. حبيتها كلش كل ما أطلع عيوب بالش اسمه كل ما ينزل سعر البلد ممتاز طمعت. خلي أمد إيدي وأقلب بالبضاعة شوية بقى. من 2003 لحد الآن العراق في منخفض جوي الكل مد أصابعه في العراق. لا أنا عبالي بس أنا أردم إيدي طلعوا هواية قبل مقلبين البضاعة. المفروض هاي تقلل من السعر اكثر خوت تشاهدين بعد انا رجال شراي والله وفلوسي بجيبي بس يعني بلشت الشكوك تصعد براسي اردفت منو مد صبعه منو مد صبعه خو ما اشتري بلد ملامس الكل من المخابرات التركية والاستخبارات الكل يعني اعتقد حتى الصومال الكل اثيوبيا ممكن تتجول بغداد وحتى الصين وروسيا وحتى سوريا وحتى عزم الله في لبنان الكل من المخابرات التركية والاستخبارات الكل بالتجاوزات الكويتية الكل 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 رجاء اخوان اللي يلعب مرة لخ يشتري مو بس يقضيها يستمتع ويروح عوف البلد مدخول اصبع النوب سمعته بالمنطقة تخرب بلدان العالم مو لعبة بيتكم وتعال النوب الشراي الجديد يحير بالصيانة وهي مشكلة بصراحة بس المشكلة وين؟ المشكلة هي في قابلية القابل وليس في فاعلية الفاعل بعبارة أن العراق يعيش مشاكل داخلية لا هاي هنا هواية نزل من السعر هواي ما دام القابل قابل فالفاعل فاعل وإذا الفاعل فاعل فالقابل قابل زين أفرض القابل ما قابل الفاعل ليش يبقى فاعل رغم عن خشم القابل أو لا هو فاعل قابل يروح يفعل بفاعل أكيد يدور له على قابل عمي أحد بكم قابل أنا بالنسبة لي مكيف وقابل المهم ينزل السعر البلد طلع بهواية مشاكل بصراحة وأنا قابل يعني موافق يعني على مشاكل أشتري بس كون ما يكبر الموضوع بعد خلص هذا أما إذا بقينا على هذا الوضع مالنا راح نبقى يعني مثل قراج النهضة يا هل يجي قبض ويطلع يعني الكلمات المفتاحية بهذا الفيديو اللي طلع هسه جراج نهضة يطلع يقبض كم مرة تكررت هاي الحادثة؟
الحكومة العراقية اليوم أحصت 22 ألف انتهاك تركي. يعني منذ عام 2019 إلى يومنا هذا تركيا نفذت أكثر من 4500 ضربة مقابل إيران، يعني قرابة 400 ضربة. واضح أنه الحكومات العراقية المتعاقبة قوية جدا بالحساب. ضربتين. تركيا 4500 ضربة، إيران بس 400. بس صدق تركيا 4500. إلا إذا كان بعدين شو دقيقة 4500 هدف، 4500 ضرب، 4500 هدف، يعني إلا إذا كانت الأهداف مطاعم يلا ممكن هذا. بلشت أفكر بصراحة أنا ألغي هالشر وهاي بلد طابة بي أصابع وياه يجي قبط وقابل وفاعل ومشتعل بي أشياء و... خلاص ماريد أروح أدور لي غير مكان للجمهورية. خلاص إيه نلغي الشروة. لا تلغي، أوقف لك صدق ده نتعزز ده ننزل بالسعر، أصبر ما مشتري بلد قبلته. بصراحة يا أخوان أنا بديت أتمقلج وأتمضيق وأتجعبن بالشروة، بس ما يخالف أشتري ما دام هاي الانتهاكات والضربات قديمة مو مشكلة. حاليا البلد لازم ديش مسنود من الله. كشف قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد بكبور عن انتشار وحدات مدرعة وقوة خاصة في المناطق الحدودية مع العراق. الحرس الثوري صرح بأن قوة مدرعة توجهت للحدود المحاذية للعراق. جددت إيران قصف مواقع داخل إقليم كردستان. قصف إيراني جديد، ولكن هذه المرة ليس بصواريخ باليستية بل بقصف مدفعي كثيف. وقال الجنرال محمد بكبور أن بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية الإيرانية استقرت في المحافظات الحدودية مع العراق. نقدر نقول هذا التحرك هو بداية الاجتياح البري للحدود العراقية. سؤال، القوات الإيرانية توجهت للحدود العراقية مغادرة لو داخلة؟ أنا شوية أشوف الأمور من فوق غير شكل، لأنه هي إذا القوات الإيرانية يعني إذا القوات الإيرانية غزت العراق منو راح يفتح مخازن السلاح؟ زين لحظة دقيقة، هاي العراق راح يطلع عليها ببلاش، بس لا يحلها ويجيهم محمد الديش ويواجههم القوات الإيرانية قصدي. وبدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني طهران، فيما يبدو أنها محاولات لاحتواء الخلافات بين البلدين على خلفية القصف الذي ينفذه الحرس الثوري الإيراني. العراق شعبا وحكومة لا ينسى دعم الجمهورية الإسلامية. هناك العديد من القضايا التي سوف نتناولها، القضايا المصرفية والنقدية وموضوع تصدير الكهرباء والغاز. نرى أن حضور القوات الأمريكية والأجنبية في الدول الأخرى سوف لن يؤدي إلى إرساء الأمن، ونرى أن خروج هذه القوات هو الكفيل بإحلال الأمن في مختلف البلدان. محمد الديتش ليش هيك؟ ابو جاسم ورا تحذيرات الاجتياح البري من قبل ايران بح صوتي من اجل العراق. بعد التحذيرات للاجتياح البري من قبل ايران راح لايران حتى يناقشهم بالكهرباء والقضايا المصرفيه وتصدير الغاز وخروج القوات الامريكيه. حزب الدعوة من كانوا معارضة راحوا لإيران، من أمريكا غزت العراق هم بإيران، من غزة داعش العراق راحوا لإيران، من إيران غزت العراق راحوا لإيران. محمد الديتش ليش هيك؟ أنت مسنود أنت مسنود من الله لو من رب الله. أنا دائما أحكيها في المحافل الخاصة بس ما أقدر مرات أحكيها، أقول ذكاء المالكي، ذكاء المالكي وسلاح العصائب يمكن هو اللي يحقق إنجاز في هذه الفترة. سلاح العصائب ليش؟ ذكاء المالكي يعني جناح العسكري خلينا نقول. بماذا ساهم؟ يعني حقق إنجازات إلى وصول محمد الشياع السودان للحكم. وأنا أعتقد وجود العصائب وبقية القوى المساندة لها من المقاومة يعني هي جزء مهم في تحقيق نتائج إيجابية في اختيار محمد الشياع السوداني للتولي لهذا المنصب.
اي هسه صار واضح، انا كنت خايف انغلب بالبيعه لانه صدقت محمد الديش الله مختاره. اما قيس ونوري فيعني هاي قصه بصراحه بقى شوف بصراحه هاي السالفه مال السفينه بها ملاحين ما تضبط، لازم واحد من عندكم يسيطر على محمد الشياع، لو قيس لو نوري. يعني انتم بكل شيء تعاركون، حتى من اجيتوا تلعبون بالديش تعاركتوا عليه. قسموا وقته بيناتكم يا حبيبي. تعرفوا الديش بالانجليزي شنو؟ كوك. ايه قسموا وقته بيناتكم يا حبيبي، ما يصير هيك، واحد يلعب بيه الصبح وواحد يلعب بيه بالليل. يعني هو القابل قابل ترى عادي، هذا مشكلة. وانتوا الفصائل القابل مالتكم قابل بالدي يسوي الفاعل. حالات التجاوز على السيادة العراقية وقصف الأراضي العراقية هي متكررة منذ فترة طويلة جدا، سواء كان من تركيا أو من إيران. وطالما كانت هذه القصوفات تحدث بمبررات من الطرفين بأن هنالك جماعات مسلحة تنطلق بأعمال عدائية على هذين البلدين من أراضي إقليم كردستان، هذا الأمر وهذا المبرر يعطيهم الذريعة حسب القانون الدولي بالرد على مكان من القصف. أمطت الجمهورية الإسلامية 10 أيام أو 15 يوم من أجل حل هذا الموضوع، وقالت بصريح العبارة إذا أنتم ما تعالجوهم راح أعالجهم أنا بطريقتي، لأن هذا أمن قومي. ليس دفاعا عن إيران، لكن نحن كدولة لم نستطع ماذا أن نتعامل بحسن الجوار مع الدول الجوار التي تتعاطى معنا بماذا بحسن جوار. وأنا لا أبرر أي اعتداء لأي دولة كان من تكون، لكن بالمقابل أنت لازم تنزع المبررات. أنا لا أريد نزع المبررات. أحد يريد نزع المبررات؟ تريد نزع مبررات؟ تريدين؟ ما حد يريد نزع. خالد منو قال لك تبررون القصف الإيراني على العراق؟ لا أنا ما حسيتك تبرر بصراحة. حسيت تبرر؟ أنا ما أحس أصلاً. حسيتين؟ ها؟ أنا ما أحس أصلاً. ها أوكي حلو. حسيتين يبرر؟ نعم. ما 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 يعني ما يعني العنابة من يقولون إيران حقها تقصف العراق لأنه بي جماعات، يعني معناها تبررون؟ لا معروفة طبعاً يعني. خالد أنت تعجبني كلش لأنه تتخيل إيران منتظرتك حتى تبرر لها. مجلس الشورى يقعدون الصبح شي خبر خالد ليش ما يجاوب على التليفون نريد نقصف جعنا. يعني وتتاخذ بصور قاع اللقاء. المهم بالنهاية أنا ضد نزع المبررات لأنه احتمال يرجع يصعد سعر البلد، يعني ما تفيدني هالقصة. بعد بالله من وياي يشجع بقاء الجماعات المسلحة بكردستان؟ أكو تخادم وأكو تناغم بين الفصائل وقسم من الحشد الشعبي مع بين البكك، ولاحظنا حشد وفصائل مع البكك. ايه في سنجار، كذا مره صار مناوشات بين البكك وبين الشرطه الاتحاديه. تمام. الحشود والفصائل كانوا يقفون مع البكك ضد الشرطه الاتحاديه والجيش. البكك موجودين مع بعض الفصائل من اقوى الحشد الشعبي موجودين هناك الان داخل سنجار. الان داخل سنجار علنا كردستان. ما حقيقه وجود العدد من حزب العمال الكردستاني في اقليم كردستان يستلم راتب من الحشد الشعبي؟ ونعم هناك افراد من حزب العمال يستلمون الرواتب من احدى الفصائل. يعني انا هسه يعني أنا هسه كواحد شراي البلدكم من حقي أتمقلج وأتمضيق وأتجعبن بصراحة، لأنه البلد اللي المقاومة مالته تدافع عن اللي يريد يغزو، فهذا إذا تطلوني عليه فلوس ما أخذه. أو جزء فكر بالموضوع بالله. مدامنا فوق مدام، ما تشوفي لي بالله هاي الهوسة شنو؟ جاري تفعيل جهاز الزبدة لجمع وتحليل البيانات. 3 2 1. أهلا بكم في تقنيات الزبدة. تأشرت لدي عدد من المعلومات فيما يتعلق بالقصف الإيراني على العراق. قبل أكثر من 6 أشهر تم قصف بيت صاحب شركة كار في كردستان بدعوى أنه منح للموساد الإسرائيلي صاحب شركة
الإبكار حصل على عقد تجهيز كهرباء من وزارة الكهرباء. الحرس الثوري الإيراني لديه مشروع للسيطرة على جزء كبير من ملف الطاقة في المنطقة من إيران إلى سوريا عبر العراق ثم إلى دول أوروبا. أهم معبر حدودي من إيران إلى سوريا هي تل أحفر. في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية والأمنية بين إيران وسوريا تتواجد جماعات مسلحة تشكل ضغطا على منافسي إيران. في الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بعد القصف الإيراني على العراق، ناقش السوداني مع إيران ملف تصدير الكهرباء والغاز. أنا لا أعرف ماذا يعني ذلك، ولكن حاول أن تفكر أنت في الأمر. سوري دار عب هاي لقيت حي هنا. يعني قبل لا أقرر دقيقة، إيران راح تدخل ولا؟ رحب بضيوفي الكرام دكتور عباس خاميار، باحث وسياسي ودبلوماسي إيراني سابق من طهران. هل باعتقادك أنه الإيرانيين راح ينفذون تهديدهم باجتياح بري؟ يعني هذا اللي سمعناه أنه بعد مجيء إسماعيل قاهاني أنه هدد باجتياح بري، فعلا الإيرانيين ممكن أستاذ عباس دكتور عباس نبضل يلعب بالكرسي يا ربي دكتور عباس والله شكرا مو دكتور عباس شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا للأستاذ شيروان دوبرداني وشكرا للدكتور عدنان السراج شكرا لكم صح الضغط شكرا لمشاهدي موتني اخوان خلوا بلدكم عندكم هو صح بلد غالي بس على اللي يصير بيه ترى ما راح يجيب سعر بالسوق انا رايح ادور بالفضاء نقضيها ضحك تحشيش نخلي الناس حشاشة ما يخوفنا كاتم صوت لا تخوفنا رشاشة عمر لو ما ضحك شيبيه خلي ننسى حزانة نضحك عيل ونحشيش يلا الدنيا خربانة راح نعيش فرحانين ننسى صار ويانا نضحك عيل ونحشيش يلا الدنيا خربانة على العارات والباقون يومية ونشبع ويسوق اليوم بالدولة البشرية يجيهم يوم ويضيرون واحنا نبقى وحدنا غير الضعف والتحشيش عيشتونا تفجيرات بلا ضيعت تاريخه والذين العبد إيران ما تخلص صواريخه نخلص منكم بفد يوم وترد ورد دنيانا نضحك حيل ونحشش يلا الدنيا خربانة نعيش فرحانين ننسى صار ويانا نضحك حيل ونحشش يلا الدنيا خربانة ما ينعاش ويطالع وعنبوري والمزفيت والكاكات وغيقه وخنجر ونوري إنهم يوم ويطفرون وبلدنا الحر يعوفونا ونخلص من أبو آلاء من نحسي أن نمونا المواطن محترم يرجع
وترجع هيبة للضابط ويصبح للبلد قانون وما يبقى الوضع غارض. نضحك حيل ونعشش يلا الدنيا خربانة راح نعيش فرحانين ننسى الصهر ويا يما. نضحك حيل ونعشش يلا الدنيا خربانة ننسى العار والفاسد واللي على القلب قاعد يجيهم يوم ويطيرون ويبقى ويا الله.